انا رشيد، كنت خدام خير عندي. و 66 وما خليت فين خدمت، ما خليت فين خدمت. دابا عييت ما بقيتش، ودار عمي داو مشاو ليا عيني، وعندي السكر وعندي هذاك الخزان تا هو هالكني. السكر كان كتح ليا نوبة 3 غرام، نوبة 2.5، والخزان كتح ليا 15، ما كيحيدش من عند. وعيني ما بقيتش كنشوف بهم، وحدة مشات ليا وحدة رانا بدات كتنقص. وبغيت شي واحد يعاوني، الله يجازيكم بخير. فاش كنتي خدام رشيد؟ ما خليت فين خدمت، خدمت سكريتي، خدمت في دار معاش، خدمت في واحد بون با، ما خليت فين خدمت، في اي حاجه كنت كنخدمها. اي كنت نخدم الحلوى، اي خدمت الحلوى حتى هي. ودروك ما بقاوش، شكون غاني؟ ما بقاو عندي شي عيني باش نخدم، ما بقى عندك صحه؟ ما والو، صافي الصحه مشات. منين بدات المرض؟ داني دوك 3 سنين هادي وانا بادي، حتى مشات ليا هاد العوينات هادي، وحدة مشات وحدة راه سايت هي شي الكنز. يعني دابا 3 سنين انت كتعاني. الحالة المعيشية ديالك؟ هو كنعيش عاب بقوار الروات والناس الحباب اللي كيعطوني وصافي، كنبيع قوار الروات والحباب اللي كيعطوني الميدادي. شوية الله وشوية قد ما ناكل وصافي. يعني غير مدمق. صافي قد ما كناكل انا ومرتي وصافي، ما عايش انا ومرتي وصافي، والحباب كيعطوني دور معايا وصافي. وبالنسبة للدواء وداكشي كدير له؟ والدواء كان شي كيعطيو ليا في السبيطار، شي كنشريه. يعني كتسلافو بحال هكاك، تي شي كيعطيني وشي دو. ودابا شحال هادي باش خرجو لك العملية؟ و شي شهرين هادي ما عنديش باش ندير. ها هي الورقة. شناهي هادي؟ تاعت العينين، ندير العين، ما عنديش باش نديرها على حساب هادي. هادي ما بقاش كتنشوف بيها، على حساب هادي باش نبقى نشوف. ديال اش هاد العملية بالضبط؟ ها عينية، السكر ضرب لي عينية. كنوجه النداء للمحسنين الله يجازيهم بخير، يشوفوا معايا في هاد الحالة اللي فيها انايا. يعني باغي غير عويناتك؟ صافي عويناتي، ما باغي حتى شي حاجة، باغي ندير عملية لهاد العين، ما باغي حتى حاجة. العين الاولى مشات، بغيتي دابا مشات؟ لا العين الاخرى باش تبقى نورمال، نعاون بها. يعني رجعت لك عوينتك، قادر انك ترجع تحرك؟ هي هي باقي هي بهاد العوينات باش كنتمشى. انا باغي عن المحسنين يديروا معايا العمليه وصافي، ما باغي حتى شي حاجه انا على قبل هاد العوينه اللي ضراني، وهاد الحاله اللي جاتني، السكر اللي مطيحني، والخزن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.